اليوم عندنا شيء جديد، اول مره راح اوري الناس ان انا راح اسوي لك شنو. عشان شي وجهك الحبوب. لا محسن، كمل، حط كامل وارفع الكبوس. شفت الدهون؟ شوف شوف شوف. اوبا، حلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دييغو، وهالمرة ما راح اكون بروحي، شفتوا بالغلاف برا، خلوني اخذ الشخص معاكم، محمد دييغو و محسن فواوي. هلو هلو. اليوم عندنا شيء جديد، اول مرة راح اوري الناس ان انا راح اسوي لك شنو. دمه؟ لا، راح اسوي تنظيف بشرة. تنظيف بشرة الديرما، هذا فيديو مفصول بروحه، ترقبوا. انا قلت ان شاء الله بعد تقريبا 3 استخدامات للديرما، يعني 10 ايام 10 ايام، يعني بعد شهر راح ينزل شلون الديرما قبل وبعد مع إضاءة وفيديو، ونشوف شنو من غير فلاتر، من غير تغيير إضاءة ولا شيء، نتائج الديرما بن، وشلون أسويها بالبيت وبأي طريقة، وشنو بستخدم. حتى إذا في أبغى شيء، وأنا ما بسوي تنظيف بشرة بالبيت. كامل كله سنفضة وهذا مال السواد. عشان شي وجهك الحبوب، ضيفي غلط. خلونا نشوف شنو راح نسوي، وراح يكون نظامه وايد فلوج، حتى لو تلاحظون ما في مايكروفون. فأول فيديو تنظيف بشرة راح يكون رسمي على القناة مع محسن فواوي ومحمد دييغو. أنا متعودين عليه، حتى متعودين عليه. تنظيف بشرة نو؟ لا رسمي. أوكي أوكي. بس خلونا قبل نبلش ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، اول شغله على روتيني انا اللي انا متعود عليه، ان انا افتح المسام عندي بوجهي عن طريق البخار. عندي هالجهاز هذا 2 ان 1 حق الراس وحق الوجه، شريته بسعر وايد حلو كديل، يعني مو غالي غالي، اعتقد يمكن خذيته ب 17 دينار. طالع لكم على الشاشه على اكثر العملات اللي يتم استخدامها واللي يسأل فيها. فراح ابطل وجهي هني بالبخار، اوسع المسام اساس نبلش التنظيف. المسام معروف، شيء الحار يمدد والشيء البارد شو يسوي يا محسن؟ ينكمش. ينكمش، فاحنا نبي نفتح المسام اساس نبلش. اوكي، فخليكم معاي وخلنا نشوف شنو راح يصير. محسن دورك، تفضل. قرب بس افتح لي مسام وجهك كله. اوكي جايز، سو اول شغله راح ابلش فيها اللي هو البيل اوف كريم. هذا سلمكم الله ماخذه من يوسو، لكن الحين خلاص ما قام يبون منه. تقدرون تستخدمون اي براند اخر انتم متعودين عليه، الكل عارفه، واللي متابعيني بقناتي في اليوتيوب عارفين ان انا هذا عندي شيء اساسي. واذا خلص عندي بدائل قريبا ان شاء الله اذا استخدمتهم، اذا انتم ضايفيني على سناب راح تشوفون. راح اوزع على وجهي مع حركات دائريه اساس يمسك المسام ويسوي لي نظام نزع حق ما داخل المسامات. اوكي، راح اكمل على وجهي كامل، بعدين نحط حق محسن نفس الروتين اللي انا قاعد امشي عليه، لان هذا يعتبر تنظيف بشره ما له شغل بنوع البشره. اوكي، هاك محسن، تعرف شلون توزع صح؟ احنا طبعا شباب فعندنا لحيه، فاكيد انا ما راح احطها عند منطقه اللحيه، لكن راح اوزع بس على المناطق اللي شنو؟ المكشوفه. بالضبط، خذيت الكلمه اللي انا بغيت اقولها. راح احطه على وجهي وراح اخليه يبرد لين اقدر انا انزعه ويجمد وينظف لي المسام بطبقه بسيطه نستعد فيها حق التنظيف العميق للبشره، لان بعدين عندي جلسه ديرمابل. راح احط لكم ان شاء الله تفاصيلها قريبا في قناتي على اليوتيوب، وقريبا ترقبوا ان شاء الله في احد طالب مني عن طريق سناب شات انه يبون خلطه تشيل الرؤوس السوداء نفس الوقت. في وراح اسوي لكم اياها ونتيجتها بنفس الوقت، نفس الوقت، والاشياء كلها تلقونها يا كل بيت يا بالجمعيه يمكم، تعرفها صح؟ اي، راح تكون شيء تمام. شكر 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 حقي انا، صرت تشكروني على الخلطه هذه، بس تتبعونها بالملي لما انا اقول له. محسن كمل، حط كامل وارفع الكبوس لفوق، خلص من الماسك ونرجع لكم.
لا 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 هذه خلطة قديمة والصراحة ودي أرجع لها. أنا عندي وايد ماسكات شعر أستخدمهم لكن هذه تعتبر زيوت. خلط 250 ملي 250 ملي من زيت الخروع، أوكي اللي هو زيت هذه براند الكريشان، وايد أحب إن أخذ من عندهم زيتهم وايد قوي. زيت الخروع وخلط معه دابر أملة مال الشعر، ريحته استغفر الله أنا عارف، لكن دير بالكم فرقوا بين دبر أملة الأصلي والتقليد. مع أنه ثلاثة من نفس السعر ها، بس الغش التجاري. بس شوف الأصلي، الأصلي يصير لونه غامج غامج غامج. شوف مثل ما خلطته معه، شوف لما خلطته معه شنو صار لونه غامج صح؟ إيه. شوف الخروع شنو لونه أصلاً، الخروع لونه شوف شلون فاتح ليموني فاتح. فديروا بالكم لما تاخذون الدابر املة، الدابر املة اخذوا الاصلي، حتى لو كاتبين عليه من برا دابر املة الاصلي قولوا خلا اشوف العلبة، اذا شفتوا الزيت غامج يعني هذا الاصلي. فبجربها لان احنا عند عائلتنا ما شاء الله قبل كانت هذه خلطتهم خلطة الزيوت مو الكريمات والماسكات، الزيوت والله بيها قاعد تخلي عليه تدمع. ريحته مو حلوة، ريحته قرف شم، ريحته مو حلوه، ريحته ريحه ما ادري قديم، ريحه سوق قديم، ريحه الياسمين اللي ينحط كذي طوق مو صدق ريحته يس. بس يا جماعه نصيحه حق اي بنت اول تصابغين شعرهم، هذا ما ينفع يغير الصبغه، الشعر الطبيعي فقط. اوكي راح احطه على راسي اساس بعدين اخر شيء شنو اخر شيء اقعد على البخار شوي. ما تغسله يعني؟ بلا اقعد على البخار بعدين اغسله لما ابي اخذ الشاور بعد الحمام السونا اللي بسويه انا وانت ان شاء الله. اوكي تمام، خلي ينشف الماسك ونرجع لكم وكون انا مزيت راسي. باي. اوكي محسن نشف عندك الماسك الحين بتشيله صح؟ اوكي بعد ما تشيله خلنا نوري الناس شنو سحب من عندك كطبقه مبدئيه من البشره وتنظيفها. تمام اوكي بالهداوة شيل لي اياه. اي اي شوي 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 تمام. اي بس ما اسوي سلو موشن. شوف شوف اساسنا تشوفون اي شفتوهم انطر تروك فوق 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 زوم 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 زوم. شفتوهم يا جماعة؟ يا جماعة لا احد يكبشف هذا خشمي. يلا شيل راح اشيل كل هذول اللي على خشمك بعدين. اوكي اوكي حمود يس ريحة راسك صنت راسي من الزيت اللي انا حاطه. اوكي تبي تشوف؟ شوف انا ما شاء الله نويه فيه رطوبة فبسرعة قام ينشال. شوف تعال قرب عطني عطني زوم عشان تشوف شنو الكمية اللي راح تطلع من عندي انا. زوم زوم ايه في شيء؟ والله شيء خفيف خفيف خفيف. يبين هذه كلها اشياء. شوفهم قرب مبين ايه. هذول كلها اتربه ملوت مدى اسبوع تقريبا من اخر تنظيف او 10 ايام نقدر نقول. الحين راح نحط شيء ثاني. دقيقه وينك راح؟ اوكي الحين راح نحط شيء ثاني خليكم معنا. نرجع مره ثانيه على البخار اساس نخلي المسام متوسع حق العمليه اللي بعدها انا ومحسن. اوكي جايز سو بعد ما فتحت المسام استخدمت كريم نيتروجينا، هو يصير قصول ماسك، هذا من عمر اللي متابعيني بسناب يعرفونه فيديوهاتي القديمه. محسن الحين انت راح تحط من هذا، نحطه لما ينشف يص في بروده ولسعه بسيطه بعدين نشطفه ونشوف اللي بعده. اوكي الحين يا جماعه راح اشطف الماسك اللي حطيته وراح اقول لكم شنو نسوي بعده، راح يكون في عندنا بيلينج. اوكي جايز بعد ما شفت القصور راح تشوفون نظاره وايد حلوه ولمعه مرتبه، راح ارجع للبخار بس هالمره راح اطول المده لان عندنا بيلينج. راح اوريكم الحين شنو معناته، ومحسن بعد ما انا اخلص اسوي حق نفسي البيلينج لان هو ما يعرف يسوي حق نفسه، وما يصير انتم تسوون حق نفسكم الا اذا انتم تفهمون في البيلينج، ديروا بالكم ترى تعلمون بشرتكم. اوكي؟ اوكي الحين راح افتحها بالبخار على اوسع اوسع تمدد ونبلش البيلينج وراح اوريكم. اوكي جايز سو اول شيء راح استخدم الماشين
المشين محمد من وين جايبها؟ المشين طلبتها بصراحة من أحد المواقع اللي طلعت لي في الإعلانات بين تصفحي للإنستغرام. خذيتها تقريبا ب I think 6 دنانير. يس. إذا ما تعرفون تستخدمونها لا تستخدمونها يا جماعة، لأنها تبقع البشرة إذا ما تعرفون تستخدمونها. نكرر ونقول، راح أكمل على وجهي كامل بالرأس الأول، بعدين راح أروح دراسة التقشير، راح أوريكم كمية الزيوت اللي تسحبها السكشن، بعدها راح ندخل على البيلينج اليدوي. خل أوريكم كمية الدهون اللي انشفطت كاهي. هذه الكمية البسيطة اللي تشوفونها تأثر على البشرة وتطلع حبوب وتسوي موجة. خل أوريهم زوم أحسن. دقيقة. مبين؟ إيه مبين. هذه كمية الدهون اللي انسحبت. أوكي واسي. يمين؟ لف يمين. إيه. أوكي. الحين راح ننتقل حق الرأس المقشر اللي توه كان رأس السحب، الرأس مال السحب هذا الواسع المقشر هذا، أساس أجهزها حق شنو؟ البيلينج. راح تشوفون. أقشرها بنفس الطريقة أساس تبلش تفتح عندي حق المناطق اللي بسوي لها بيلينج. أوكي. وأكثر شيء عند منطقة الأنف، واللي عندهم مسام عند الخد يعانون منه، كأنا الحمد لله ما عندي هني مسام، مجرد حبوب أبي أعالجها كلف تعتبر. هذول طلعوا لي بسبة السيلاريوم، ما أنصح أحد يسوي سيلاريوم. سيلاريوم اللي هو جهاز التان اللي تقعدون فيه أشعة، غلطة طلعت لي حبوب الشيخوخة مبكر اللي يكونون محقونين تحت الجلد. أقشر وأخليها تستعد حق البيلينج اللي راح أوريكم إياه وشنو راح نطلع بلاوي. أول شغلة لأني أعرف أستخدم صبعي، فراح أجي عند منطقة الأنف وأضغط. أوكي. وراح أطلع كل الدهون اللي متراكمة عند منطقة الأنف، بعدها راح أنتقل للعدة. أبين معك وأنا أسحب. خاطئ سوم. خلاص شوفهم. أينو؟ بسيط، شيء بسيط. الجنب الثاني تقدر تاخذ زوم تشوف قاعد يطلعون. والله ما في شيء كاهم. ايه دي بينين. بينوا؟ شلون طلعتوا بهذا وانا اهتم؟ فباكم شخص ما يهتم شو راح يطلع؟ بلاوي. شوف كمية الدهون الحين. اوقف سواق خلاص. شفت شوف يبينو. دقيقة. ايه. اوكي. الحين خلوني احول على الماكينة، مو الماكينة شكو، القطع التول لاني اعرف استخدمها. لحد يسوي حق نفسه كذي الا اذا يعرف اساس لا يعلم نفسه بطريقة غلط او يعور نفسه. بيبعك شيء؟ بالعين الصجية لا. اوكي. سحبت انا كمية دهون. شوف. شفت؟ شوف. شوف هذا انا اهتم. فباك لو ما اهتم. لي اسبوعك مقاط بس ايه هي قاعد بين. شفت الدهون؟ شوف شوف شوف. تلاحظ شكلهم. امسحهم بالكنكسة خيبين. زينوا معك. الحين يا جماعة خلوني أكمل أساس بعدين أقدر أدخل على المحسن وأكمل حق نفسي الجولة اللي بعدها. بس ما تطلع خشمي. لا راح أحط دهن هذا. راح أحط هذه بس الكمية اللي عند محسن. بس هذا الفسودة مو مرتي. لا لا هذه ما شغل، بس تشوفون الدهون المتراكمة. اوكي جايز سو كاني قاعد اخذ، راح احطها على وجهي
وبعدين راح اوزعه بايدي النظيفه. ما ننسى شغله وايد مهمه الا وهي ان طول فتره ان انا قاعد اسوي كل هالعنايه بيكون شنو الماي دافي، يكون ماي دافي الى الحار، بس مو الحار اللي يغلي. اوكي ديروا بالكم لا تخلونه بارد، راح تسكرون المسام، راح يصير التنظيف والجمال فقط من فوق، احنا نبي شوي ندخل على المسام. اوكي هذا مجرد نكمل سكرابينج حق الفيس. اوكي ونخليه على وجهنا بما يعادل تقريبا خلينا نقول من 10 دقائق الى ربع ساعه ياخذ الايفكت ماله واشطفه بماي فاتر. تمام تمام محسن. تمام تمام اوكي محسن الحين دورك. سؤال، احط هذا بوجهي ولا احط اصبعي؟ لا محسن، وزع بالسبون اول شيء اللي موجوده الموزع، اي حطه على بشرتك، لا توزع، حطه على بشرتك فقط. نعم اي حط الكميه المراده وارفع لي كبوسك بعدين على اساس توزع على الوجه وتخليه نفس ما انا سويت فرق بسيط بحركه دائريه. اوكي طيب مو لا تحط كميه وايده يا محسن، خليك جنتل مع بشرتك. اوكي 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 جايز، الحين راح اشيل اللي انا حاطه الفيل وماي فاتر. نتذكر دائما شغلنا بتنظيف البشره ماي فاتر، نبي المسام كله متوسع لمن اخر شيء مع الشاور ان شاء الله بالماي البارد وثلج مرتبه مع الترطيب. اساسا لازم واحد بعد ما يخلص اول وحده تخلص يسوي ترطيب، لكن انا عندي جلسه ديرما رول فما راح اسوي ترطيب لان ما احتاج انه وجهي يكون عليه شيء الا متنظف. الحين راح اقسل بعدها بالتونر هني اللي عندي كلينسينج، هذا هايرونيك اسيد، وايد 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 شيء رائع وجبار حق البشرة خصوصا اللي عندهم حبوب او اللي عندهم مسامات واسعة. هايرونيك اسيد تلقونه بكل مكان. اوكي جايز، شطفت انا تو البيل الكلينسينج من عند ليدرز، الحين قاعد امشي بالهايرونيك اسيد، طبعا راح اخليه بس تقريبا 5 minutes وبعدين راح اشطفه اساس يبدا عندي المراحل الاخيره. واي شيء قاعد اطبقه عندي قاعد اطبقه على منو؟ علي، على محسن. طبعا الهيرونيك اسيد اللي انا قاعد استخدمه حاليا هي كست، الست هذا يكون فيه الكلينسنج اللي انا قاعد استخدمه حاليا وراح يكون فيه سيرم الجمالي ليس العلاجي. اوكي يعني من فوق البشره مثل ما تشوفون محسن لف عندي هني في سيرم المخفف وفي عندنا السيرم الاثقل منه، وانا اللي عندي حاليا بايدي وهم زياده عندنا المرطب كاهو مثل ما قاعدين تشوفونه، هذا مرطب اي ست كامل وسعره لو اقول لكم بيكون شنو؟ لقطه، مو لقطه بس صدمه. ليش تتوقع كل هذولا؟ يعني هايرونيك اسيد معروف غالي، اقول سعره؟ اي كوري ماي جاد، يعني شيء انت تسوي شيء الحمد لله ان انا عرفت هالبراند هذا اللي هو يوصل سعره 9 دنانير وكسور. طبعا يا جماعه الحين عندي تقشير شفايف سريع، التقشير هذا انا ماخذه من عند ندى بيوتي، مستحضرات طبيعيه بالشكر وزيت التوت والفراوله. راح اقشر الشفايف اوكي ننظفهم، بعدها دايركتلي راح امسح من تحت هني اساس احط شنو؟ الماسك. والماسك هالمره بختار انا ماسك الهايرونيك اسيد، فخليكم معاي بس اشطف هني وارجع لكم. راح استخدم ماسك الهايرونيك اسيد، اليوم التركيز وايد صاير عليه لان اخر فتره كنت احس ان بشرتي تحتاجه. وسووا سيرش على الهايرونيك اسيد راح تفهمون شنو هو وليش يصير في الواحد عشق ان اي منتج اذا فيه هايرونيك اسيد يلا ابي. السنفره للحين موجوده على شفايفي لكن الحين راح ابلش احط الماسك، واكيد طبعا الماسك محسن شنو؟ بارد بارد. الماسكات دائما قبل استعمالها تحطونها بالثلاجه اوكي يعطيكم بروده حلوه وفوق هذا يشد البشره، لان هذه اخر خطوات قاعد نحاول نسكر المسام قبل الشاور النهائي حق اي عملية اخرى. اوكي هذا الماسك كاني الحين راح احاول اني انا اوزعه على وجهي
واكيد يعني احنا الشباب عندنا لحيه وقفل، فانا راح اقص من تحت او راح اجفسل على حسب اللي انا احتاجه حق وجهي. وطبعا اكيد في شغله وايد مهمه الا وهي يا حلوين ان لما تخلصون تحطون شيت الماسك، في شغله لازم تسوونها. الماسك ما يشرب كل الليكويد، فتاخذون البقيه تفتحون ايدكم، شوفوا شو المحسس كثر. شوف 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 حرام هذا ينقط. اخذه يا اوزع على منطقه الرقبه او اني انا اشرب الماسك اللي على وجهي. الماسك ياخذ له تقريبا من 15 الى 25 دقيقه على حسب امتصاص بشرتك او بشرتك، هذا اللي احنا نعرفه عامه وعاده. خليكم معنا، خلينا نشوف محسن ما بيلبس الماسك شو راح يصير فيه. بس محسن ماسكه غير عني، بس راح يكون ماسكه العسل لاني عسل. يلا محسن اشوف الماسك اللي عندك. ماسك العسل هذا البست سيلر عندي يوسو. يلا خلينا نشوف. ضابط حمود اي لازم، اي لازم. ليش حاطه بثلاجة؟ لازم اساس يعطيك شد حق البشره. اوكي محسن. حمود شنو مال هالوين؟ اقول شنك ستاره قديمه. حسن شلون البروده مالت الماسك؟ مو قادر احط على وجهي البارد. كمل وزع لي اياه عدل وخليني اقص لك اياه من تحت اساس لا ياذيك على اللحيه. خليكم معنا اساس تشوفوا شو راح نسوي بعد. طالعيني نظره ايش دعوه؟ غمزه. اوكي. شلون خدماتنا؟ جميله جدا جدا جدا. اي استفساب؟ لا شكرا شكرا. الحين قاعد اسوي شويه بخار حق راسي، بطل مسام نخلي الخروه على دبر امله شويه تشربون عند البصيلات، بعدها راح ادخل اخذ لي شاور ومحسن. اوكي جايز بكذي يكون روتين البشره اللي احنا متعودين عليه خلص. ايش رايك بالتجربه؟ والله احس نظف حق سج الدوم. صدق؟ اي والله. الخيمه شلون اول مره تجربها؟ ما ادري لحد الحين حاسس انه فيني خمول، ما شاف الصوت بدري. حسافه ما صورتك وانت قاعد في الخيمه. احسن. ليش؟ لان كل شيء شايف شيء. تحس بانتعاش؟ والله بوي بشره اوف. بس كخيمه حاس اني نفسي لحد الحين تعرف لما تركض مسافه طويله. سبحت ماي بارد بعد ما خلصت الخيمه؟ اي. لازم تسبح بماي بارد بعد ما تخلص الخيمه على اساس ترجع فيك الطاقه. ودائما يا جماعه بعد ما تخلصون كل روتينكم هذا بتاخذون شاور، اخذوا بماي بارد. اول شيء دافي، خلصته وفركته وحطيته بلسمكم، حطيته شامبوكم، بعدها تدرجون الماي البارد لين ما جسمكم ياخذ عليه، البشره كلها تشت والمسامات كلها تتسكر. لا تسوون تنظيف بشره وما تسكرون بشرتكم. اذا ما كنتم تسبحون ثلجة شو يسوون فيها؟ مثل ما علمتك على البشره، على البشره، على الوجه تسحبون. حتى حق التفاخ يا جماعه عندكم كم تفوخ ثلجة اي تسكرون بشرتكم بعد اي. عندي نصيحة. شنو هي؟ لما تطلعون من الخيمة أو السونة مدتها 25 دقيقة على نصايح حمود، ذهبوا وجبة لأن راح تشعرون. أي صح، راح تسحب طاقة منكم كلها. بس أهم شيء إغلاق المسام، لأن إذا ما سكرتوا المسام معناته كل اللي سويته راح على الفاضي. أول يا جماعة طبعاً راح تشوفون إن شاء الله بهاللبس هذا مرة ثانية، لأن عندي أنا جلسة ديرما رول حق وجهي. قلت لكم راح أسوي الفيديو على تقريباً أربع استخدامات ونشوف النتيجة، وراح ابطل اضاءة اوفر اساس انتم تشوفون ونشوف النتيجة قبل وبعد، وتفيدني او ما تفيدني مع السيروم اللي انا بستخدمه علاجي وليس جمالي. يب كان معكم محمد دييغو ومحسن طلاوي. ماتش لاف اند ريسبكت. واو هذه بوسة لكل شخص يحب فيديوهات عناية البشرة. شو باي 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 باي. يلا ديرما حاكي او شيء. ديرما ديرما ديرما. الله يعين الله يعين.